فكرني بمجلس الشعب كده، ربنا يستر يعني. استاذه امنيه، ليكي لقطات وانت بتوزعي الكمامات في المترو. تمام. بدات الحكايه معاكي ازاي؟ هو احنا ابتديناها بشكل مركزي على مستوى الجمهوريه جميع المحافظات، بس بشكل اوسع على مستوى جنوب. انا بهتم اكتر مستوى جنوب ايه؟ جنوب القاهرة. قولي جنوب القاهرة لان المشاهد ما يعرفش. تمام. جنوب القاهرة ده اللي هو حلوان؟ اللي هو حلوان ومعادي وبساتين ودار السلام. بتوزعوا الكمامات؟ بنوزعها، بس احنا بنستهدف المواطن اللي هو اكثر احتياجا، يعني الناس اللي محتاجة، يعني مش بنروح الاماكن مثلا اللي هي تكون الناس فيها مش محتاجة بنروح نوزع. ليه انت اخترت المترو مثلا؟ محطات المترو. بتبقى بنظرتكم كده بتعرفوا ده يعني قادر ولا هو مش قادر؟ هو بيبقى ماشي من غير كمامة اصلا. تمام. طب انتوا دي مكلفه بتجيبوها منين او منين؟ هو احنا كشباب بنجمع من بعضنا على قد مقدرتنا، يعني احنا شغالين كشباب. انتوا بتاخدوا من باباك ومن مامتك والناس الكبيره؟ لا، هو مجلس الشباب المصري، يعني احنا كلنا شباب عندنا تبع بعض مجلس الشباب. احنا واحد. مجلس الشباب. تمام. احنا كشباب بنحب نساند دولتنا، واحنا على طول، يعني احنا عاملين مبادره اسمها خليك ايجابي. المبادره دي شغالين فيها بقى لنا سنتين، بنشتغل على احتياج المواطن في كل بقى اديني نموذج. يعني المواطن زي ايه؟ يعني احنا بننزل نقعد مع المواطنين في الشارع، بنسمع لهم. عملنا شوادر ضد الغلاء، عملنا مبادره منتجات. بعت فيها ايه الشوادر دي او قدمت فيها ايه؟ لا، لحوم واسماك وفراخ. و فاكر الاسعار كانت بكام؟ الكلام دوت كان السنه اللي فاتت، كان البطاطس تقريبا كانت ب2.5. 2.5 جنيه. انا بتكلم على اللحمه. اللحمه كانت تقريبا كانت عامله 45 و 45. ايه لحمه ايه دي؟ لا والله لحمه. كنا كمان عاملين 45 جنيه. ايه الكلام على الفيلم بتاع هنيدي؟ لا الكلام ده حسن حسني. لا الكلام ده بقى له سنتين حضرتك بتتكلم، يعني باصه الراجل. بس ما كانش 45 جنيه. واحنا كنا عاملين بروتوكول. المتاكده ان هي لحمه طبيعيه يعني؟ ده كمان احنا عاملين بروتوكول مع الحي، والحقيقة 45 جنيه او 45 بعد ما تخلصي الهوا الناس هتطلع تجري وراكي يشوفوا انت فين. كان يا فندم. ودلوقتي؟ لا دلوقتي احنا ما عملتوش. خلاص بقى وقفنا دوت. كمان كان من ضمن الحاجات اللي الناس طلبوها، كان ما عندناش مكتب توثيق شهر عقاري. عملت ما عندناش فين؟ في البساتين، المنطقه بتاعتي. تتكلمي على البساتين؟ لان انا اللي انا تمام. انا مهتميه اكتر بالبساتين لان انا رئيس القسم في البساتين للمجلس. ناوي ترشحي نفسك ولا حاجه؟ لا خالص والله. من الاخر لا ما احنا لما تيجي المحليات عايزين 55,000 وفي من ضمن الكوتا شباب، ليه لا؟ هو احنا يعني دلوقتي شوف بيتكلم زي المسؤولين بقى كده زي المسؤولين. لا والله خصوصا يبقى في محليات. طيب الاول هيبقى في طبعا، بس يعني ان شاء الله. بس هو اي حد لو في ايده يساعد حد دي وما يتاخرش، دي طبعا. شوفي في حديث عن سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك ياتي قوما يوم القيامه يمرون على الصراط لا هم بالصديقين ولا هم بالانبياء. قيل من يا رسول الله؟ قال الذين تقضى على ايديهم حوائج الناس. ايوه طبعا. يعني انت عارفه يوم القيامه طبعاً. فمن زحزح هي متعه بصراحه. فمن زحزح عن النار دي يعني متعب. انت هتبقى كده ان ربنا ايه حد يزقك كده فتدخلي الجنه دي متعه. انما دول ماشيين على الصراط كده ايه دول تقضى على ايديهم حوائج الناس. هو احنا كمان يعني بنحب ان احنا ننزل نسمع الناس عشان نلمسهم ونشوف هم احتياجاتهم ايه. كان طبعا احنا المكتب التوثيق بتاعنا بتاع الشارع العقاري كان في زينهم بعيد جدا في السيده زينب، فكانت الناس مشقه عليها. كان في المحكمه ما بين زينهم ومن المشقه طبعا. كل الحته دي ما كانش فيه مكتب توثيق غير كده؟ لا خالص. احنا عملنا اتنين على فكره ربنا. في البساتين؟ البساتين دي بيسموها الصين الشعبيه؟ يعني على اساس ان فيها زحمه كده كتير جدا. هي 102 كيلو يعني. 102 كيلو؟ 102 كيلو قد دولتين ثلاثه من اياهم دي. بس فدي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها. كان في دخول المدارس، دهنا مجمعات كبيره من بره وكتبنا